بسم الله الرحمن الرحيم. فماش الدفه المقابله ماشي مقابله سهله. حنا دخلنا من الدقيقه الاولى عايزين باش نحققوا واحد ثلاث نقاط ولا لما نسجلوا هدف في الشوط الاول. متاثرين داك الشيء بعض الفرص اللي لقمنا بها. دخلنا الشوط الثاني قمنا سميت تطبيق خطط المدرب والحمد لله تاثر داك الشيء اللي بغينا باش نسجلوا هدف. وكنشكر اللاعبين على الزمام تاعهم والاراده ديالهم وكنشكر الجمهور اللي حج الملعب وكنتمنى يحج اكثر واكثر نشوف المقابلات القادمه ان شاء الله. والحمد لله حنا قلنا الفوز وتناسب ورا الترتيب وحنا غنمشيو ان شاء الله مقابله بمقابله حتى نوصل للمبتغى ديالنا ان شاء الله وديما انا فوز بلقب ان شاء الله. بالنسبه لمقابله السنغال فاحنا مقابله غنمشيو لها بغيو لها الحياه باش نحقق واحد التعادل ديما ولا التاهل وان شاء الله نقول الجمهور السوسي على فريق حسن كادير. اول حاجه الحمد لله على الانتصار هذا. بعدا كنبغي نشكر الزملاء ديالي اللي قدموا صراحه مباراه قتاليه. كنا عارفين بان الخصم غادي يجي باش يخلق لنا متاعب يعني في الميدان ديالنا. حاليا اي فارق في البطوله الوطنيه يعني كيضرب اي يعني 100 حساب للفريق الحسني تاع اكادير. الحمد لله حققنا هذا الانتصار هذا اللي غيخلينا اننا نمشيو في المسار جيد في البطوله الوطنيه وعلى ما اظن اننا احتلينا المرتبه الاولى. الحمد لله يعني غادي نقدموا حاليا مقابله ديال كاس كاف غادي نمشيو ان شاء الله السنغال باش نجيبوا التاول من تماك. من وراء عندنا ان شاء الله يوم الاربعاء مقابله ديال الوداد البيضاوي اللي مقابله جد مهمه ان شاء الله اللي غتخلينا اننا نمشيو في مسار جيد في البطوله الوطنيه ولا كاس الكاف يعني نمشيو في ابعد ما يمكن ان شاء الله في البطوله ولا في كاس كاف. وكنبغي نشكر الزملاء ديالي اللي يعني صراحه قدموا مقابله جميله اليوم وكيف شفتوا اليوم يعني الفريق دخل بعناصر يعني شابه. الحمد لله كنبغي نهنى الدراري اللي دخلوا اليوم وقدموا مقابله يعني مصيريه الحمد لله. المقابله ما كانت سهله فجاتنا ضربه جزاء اللي كانت في البدايه ديال الشوط الثاني فما تاثرش لنا الحظ باش نسجلوها ولكن الحمد لله تمكنا باش نحصلوا على النقاط اللي تخلينا ان شاء الله غادي في سبور الترتيب واللي كننافسوا بها على اللقب. فكيف ما تشوف الفريق اغلبيه العناصر اللي دخلات فهي عناصر شابه مع عناصر اللي كانت كتلعب والحمد لله. كيف ما تشوف اي واحد كيدخل الفريق اكادير كيلعب كيف ما كان فكنأديو نفس الادوار فالحمد لله كان الحمد لله تعالى الانتصار هذا اللي تاثر لينا رغم اننا كنا ننتصروا باكثر من هدف ولكن الحمد لله خلانا هذا الانتصار هذا باش نكملوا في الطريق ديالنا اللي غاديين فيه طريق صحيح ويخلينا ان شاء الله باش نمشيو للادغال الافريقيه ان شاء الله اللي نجيبوا التاهل ان شاء الله من السنغال ان شاء الله. Thank you.